مرحبا طلابي، طلاب المرحلة الإعدادية كافة، يعني الرابع والخامس والسادس. أني هاي الفيديوهات المتسلسلة بموضوع الباسيف فويس المبني للمجهول، دا أنطيها مثل ما أنطي طلابي بالمرحلة السادس الإعدادي، ماشي؟ لأن هذا من المواضيع المهمة جدا، ولأنه موجود منهج الرابع والخامس وأخيرا السادس. هنا وصلنا إلى النقطة رقم 3، المبني للمجهول لزمن المضارع المستمر present continuous. تمام، القاعدة تقول مفعول به مثل ما قلت بالفيديوهات السابقة، مفعول به رح يكون هو بداية جملتنا زائد is أو are. ليش استخدمت is أو are؟ لأن أنا عندي مضارع، زين، بس مضارع عندي؟ لا، أنا عندي مضارع مستمر، إذا رح أحتاج أستعمل فتشي دل على الاستمرارية اللي هو رح أضيفه من عندي. أنا هنا ليش ضفت being؟ لأن أنا دائما قلت لكم عندي تصريف ثالث للفعل بكل صيغ المبني للمجهول، فحتى ما يصير إن هنا فعل بي آي إن جي وبعدها يجي مباشرة تصريف ثالث للفعل، فلذلك خلينا being. أوكي، being راح نشوفها بالمضارع المستمر والماضي المستمر أيضا، فتنتبهوا لها. المضارع البسيط كان فقط مفعول به زائد إز وآر وتصريف ثالث للفعل. بما أنه عندي كلمة مستمر راح أخلي بعد الإز والآر being. ما ننسى أنه الإز للمفرد والآر للجمع، ونكمل القاعدة مثل ما هي. نوت، لاحظ العلامات الدالة على المضارع المستمر هي at the moment، في هذه اللحظة، وناو الآن. وهنا أنا عندي بعد وحدة أنا كتبتها، ما ذكرتها بصراحة ببداية الفيديو، فكتبتها هنا أيضا كلمة nowadays، موجودة عندنا منهج الخامس. nowadays معناها هذه الأيام، من اسمها هذه الأيام تدل على المضارع المستمر. ماشي عيني؟ نكمل العلامات الدالة، قلنا هسه at the moment و now nowadays. هاي انتم من تنقلون كتبوا ثلاث كلمات ويا من ضمنها nowadays. نرجع بعدين نكمل نقول أو وجود am اللي هي تابعة للآي وإز للمفرد وآر للجمع في جملة المبني للمعلوم، لكن وياها وفعلها مستمر، لازم ورا الإز والآر والآم أكو فعل مستمر على مود نعرف إنه هاي الصيغة صيغة المضارع المستمر بزمن المبني المجهول ينتهي بآي إن جي. شلون نعرف إن هذا مضارع مستمر ينتهي بآي إن جي؟ ناخذ المثال الأول ونشوف they are presenting the new play now. خلينا نشوف ايش عندنا من علامات دالة. أول شيء أنا عندي they، الضمير they هذا فاعل subject، مالي علاقة بي، أنا ما راح أستعمله هنا، أوكي؟ راح أحذفه. فقط قلت لكم إذا ما كان أكو بالجملة تكملة نذكر الفاعل لكن قبل كلمة by، أنا هسه ما أريد الفاعل. زين، وجود الفعل are، خلينا نشوف أكو فعل وراء ing، نعم presenting هذا ing، إذن هاي أول علامة دالة اللي قلت لكم وجود is و are و am في جملة المبني للمعلومة فعلها مستمر ينتهي ب ing، هاي أول علامة دالة. the new play هاي المفعول به، تمام، مفعول به. now العلامة الثانية، now العلامة الثانية اللي تدل على المضارع المستمر. أوكي، هنا أنا أريدكم تنتبهون، طالب بيكم سألني مرة قال لي ست المفعول به كلمة كلمتين ثلاثة، هنا أنا مثلا اجت ثلاث كلمات اللي هي the new play المسرحية الجديدة، هم الآن دي يقدمون المسرحية الجديدة الآن، ماشي عيني؟ إذا أنزل المفعول به كله مثل ما أنا منزلته هنا، ومخلية تحت خط كاتبة مفعول به، ومخلية أيضا إشارة إنه هو مفرد على مود أعرف إيش راح أستخدمه من القاعدة مالتي. مفعول به مفرد، إذا تاخذ is، وأنزل كلمة being وألزم الفعل الرئيسي أحوله إلى تصريف ثالث للفعل بإضافة ed، أنزل ما تبقى من الجملة اللي هي الظرف، ظرف الزمان، تمام عيني؟ مثال البعدة، بس قبل ما أروح المثال البعدة سوري أحب أنبهكم على شغلة مهمة اللي هي شنو؟ المطلوب هنا كان passive، يعني حول لي الجملة. هنا يجينا rewrite in the passive، أعد لكتابة الجملة بالمبني المجهول. أنا هنا اختصرت كتبت لكم مباشرة passive. من تشوفون بين القوسين مثل ما وضحت لكم بالفيديوهات السابقة، كلمة passive بين القوسين تحولون الجملة كلها، يعني هاي جملة المبني للمعلوم، ماشي تمام؟ حولوها كلها مبني للمجهول، أوكي؟ لكن إذا شفنا قوسين مثل هنا
قوسين فالمطلوب اختيار، ماشي يعني؟ المطلوب اختيار. A lot of cars، الكثير من السيارات. هذا شنو؟ هذا مفعول به. أنا شلون عرفت مفعول به؟ لأن كاتب لي correct، صحح. هي هنا المفروض مو correct، أنا آسفة طلاب، المفروض choose يعني معناها اختار، choose the right answer، choose أو فقط choose. أوكي، فأني هنا أنا مفعول به. هذا شنو؟ هذا جمع بس، جمع. أختار are made أو are being made nowadays. عدي الظرف nowadays يدل على المضارع المستمر. إذن خلص أنا حسمت الموضوع، أختار are being made، ماشي عيني؟ أتمنى أكون وضحت لكم النقطة الثالثة، المبني المجهول لزمن المضارع المستمر. شكرا جزيلا طلابي.